فرقت الشرطة الأردنية تظاهرات للمعارضة كانت تستعد لاعتصام مفتوح بدعوة من الحركة الإسلامية وحركات شبابية للمطالبة بإصلاح النظام وإقالة الحكومة وحل البرلمان. وأصيب 17 شخصا على الأقل، بينهم صحفيون، في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. سعد السيلاوي والمزيد. جمعة حامية استخدمت فيها قوات الأمن الأردنية العصي والهروات لتفريق تظاهرة للحراك الشبابي المعارض والمحسوب في غالبيته على جماعة الأخوان المسلمين. المتظاهرون حددوا ساحة النخيل وسط العاصمة للاعتصام، لكنهم فاجأوا رجال الأمن دون سابق إنذار بتغيير المكان الذي أعلنوا عنه سابقا، الأمر الذي دفع قوات الأمن لاستخدام القوة في تفريق التظاهرات، ونتج عن ذلك إصابات بين المتظاهرين ورجال الأمن. شلحوا الحزامات اللي كانت على وسطهم، والبساطير ضرب على كل مكان في جسدي، على وجهي. هذه ضربة بسطار من الأمن العام. بحمل الحكومة كامل المسؤولية عن عملية التحريض والتعبئة والتجيش اللي تمت، والإعداد اللي تم لضرب شباب يطالب بالإصلاح بصورة سلمية. الشرطة حاولت قدر الإمكان أنها تفصل بين المحتكين، حتى رجال الشرطة أيضا تعرضوا للاعتداء، في أنا عندي معلومة لأن الشرطة تعرض للطعن. الحلقة الأضعف في تظاهرات اليوم كانت رجال الإعلام والصحافة، والذي نالهم ما نال المتظاهرين من اعتداءات. إجوا هجموا علينا، شاف الكاميرات معي، ليش بتصور، وبلش فيها ضرب وبلش تكسير الكاميرات. سلوك مرفوض وغير مقبول، وسيكون لنا موقف يعني واضح اتجاه هذه المسألة. التظاهرات سبقها فتوى للدكتور محمد أبو فارس، أحد القيادات البارزة لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن، اعتبر فيها أن من يموت في التظاهرات شهيدا، الأمر الذي دفع عدد من علماء المسلمين ودائرة الإفتاء باعتبار الفتوى غير صحيحة وتثير الفتنة. أبو فارس رفض التعليق للعربية على فتوى. لا أريد أن أتحدث هذا الموضوع. اعتصام جماعة 24 من أذار فضّه رجال الأمن العام بالقوة الخشنة، وليس كباقي الجمع بالأمن الناعم وتوزيع المياه والعصائر. العصي والهروات نالت أيضا من رجال الإعلام والصحافة بصورة متعمدة على ما يبدو. سعد السيلاوي، العربية، عمان. قال الأسونيون السبعة الذين كانوا قد اختطفوا في منطقة البقاع بشرق لبنان